حذافيرها المميزة. مشاهدينا الكرام، مستمعينا الأفاضل، أسعد الله مساءكم جميعا بكل خير. نحييكم أجمل تحية في انطلاقة أشواط مساء هذا اليوم. هنا انطلاقة شوطنا الحادي عشر في مجموع الأشواط أو الشوط الثاني عشر عفوا في مجموع الأشواط والشوط الثاني عشر الخاص هنا أيضا باللقاية القعدان المهجنات الأصايل لأصحاب السمو الشوخ على أرضية هذا الميدان في هذا الانطلاق المسائي الجميل. نتابع معكم هذه المجريات، نتابع هذه اللقطات الجميلة هنا من مخرجنا المبدع أبو عدنان الذي يتابع كل صغيرة وكبيرة على أرضية هذا الميدان وكل شاردة وواردة يقدمها لجماهير ومحبي ومتابعي دبي ريسنج. نسير في الصدارة، نسير في شاهين مع شاهين على الصدارة على المقدمة على المركز الأول سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعود المكتوم. سالم بن مطر بن حاذا الاكتبي في التضمير يأتي سفير على المركز الثاني لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد بن سعود المكتوم بقيادة علي أحمد الحاج السوداني في التضمير، بينما المركز الثالث ثالث المنطلقين هنا يأتي إرسال لسمو الشيخ حمدان بن محمد سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعود المكتوم بقيادة أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي من يأتينا على الصدى على المركز الثالث في هذا الانطلاق الجميل. المركز الرابع، رابع المنطلقين والمتحديين في هذه اللحظات بهذه الأداءات الجميلة والتحديات المتميزة يتواجد هنا بطاش لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم محمد بن عبد الله بالطير العامري في التضمير، ويأتي شاهين بهذا الانطلاق لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم آل ثاني سالم بن عامر المدهوشي في التضمير سادس مراكزنا، والمنطلق نشوان سيدي صاحب السمو شيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة مطر بن سيب اللاحج الهايري، بينما المركز السابع سابع المنطلقين بهذا الأداء الجميلة هنا والمتواجد هملول لمعالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد محمد بن سعيد بن بروك الحميري في التضمير شاهين من يتنقل هنا ثامنا سمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة خالد بن المر بن سعيد بن حلوة لجتبي وهملول على المركز العاشر لسمو الشيخ راشد بن سعود بن أحمد المعلى سالم بن خلفان بالشاوي القفلي في التضمير من ينطلق على المركز العاشر. هذه هي النتائج مشاهدينا الكرام للمراكز العشرة الأولى المنطلقة والمتحدية بهذا الأداء الجميل. نعود إلى الصدارة، إلى المقدمة، إلى المركز الأول، إلى الصدارة، إلى سفير المنطلق على صدارة، سفير على المقدمة وعلى المركز الأول يسيطر على زمام الأمور لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم علي أحمد الحاج السوداني في التضمير من ينطلق بالتحدي بالإثارة، ولكن أرى تسلل من أرسال من بدأ يتسلل بدأ يعلن إرساله على المقدمة وعلى المركز الأول لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم بقيادة الخطير أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي المنطلق على الصدارة وعلى المركز الأول. المركز الثاني وثاني المنطلقين هنا يأتينا بطاش لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم محمد بن عبد الله بالطير العامري وشاهين على المركز الثالث سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم مع سالم بن مطر بن حاذا لقتبي في التضمير ورابع المراكز. المركز الرابع والقدوم من نشوان هنا سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بن سعيد المكتوم مطر بن سيب اللاحج الهايري في تضميره، وعلى المركز الخامس سفير السمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم مع علي أحمد الحاج السوداني، ووصل هملول لمعالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد مع محمد بن سعيد بن بروك الحميري في تضميره من ينطلق بهذا التحدي والإثارة. هل وصول هناك من شاهين لسعادة الشيخ
فيصل بن حمد بن قاسم الثاني، سالم بن عامر المدهوجي في تضميره، وهنا يأتينا شاهين ثم الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع خالد بن المر بن سعيد بن حلوة لقتبي بهذا الانطلاق الجميل، الوصول هنا من صغان سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم مع مسري بن سالم بن العرطي الحميري والنخالي، من يأتينا تاسعا سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم مع علي بن هزيم المسافري، وفي المركز العاشر القادم قناد من هجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير. هذه هي النتائج للمراكز العشرة الأولى، ثاني ندى للمراكز العشرة خلال هذا الانطلاق، وأسامي أيضا لن تحن دخولها إلى عالم الإذاعة. نعود إلى الصدارة، نعود إلى بطاش، من بطش بالجميع وانتزع الصدارة، انتزع المقدمة والمركز الأول لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهب بن سعيد المكتوم بقيادة حمد بن عبد الله بالطير العامري، من قدم لنا عنيدة أيضا في شوطنا العاشر، يقدم لنا بطاش في هذا الانطلاق الجميل. أرسال قادم هنا لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، أحمد بن سلطان بن رشيد السويدي في تضميره، من يأتينا على المركز الثوري بهذا الانطلاق الجميل، ولكن الوصول من شاهين اسمه الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، خالد بن المر بن حلوة اللي اكتب القادم بهذا الانطلاق هو التحدي، ولكن بطاش على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. بطوش اسمه الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعيد المكتوم، حمد بن عبد الله بالطير العامري في تضميره، وشاهين القادم شاهين، ولكن هنا شاهين اسمه الشيخ حمدان بن راشد بن سعيد المكتوم، خالد بن المر بن حلوة الاجتبي في تضميره، من يأتينا على المركز الثوني. الله التحدي جميل، الله بطاش شاهين بطاش شاهين، الله صراع هنائي بين الاثنين، هنا لمن الفوز لمن الناموس، حتى اللحظة بطاش وهناك شاهين، بطاش وشاهين، ولكن بطاش من أعلن الفوز، أعلن الناموس، أعلن التحدي. هنا لسيدي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد بن سعد المكتوم، تهانينا على هذا الأداء الجميل لبطاش، تهانينا لحمد بن عبد الله بالطير العامري، ولحظة الوصول إلى خط النهاية معلن الفوز والناموس المركز الثاني. هنا ولحظة الوصول شاهين من أرض على المركز الثاني لسمو الشيخ حمدان بن راشد بن سعد المكتوم مع خالد بن مر بن حلوة المركز الثالث. من أتانا هنا ولحظة اقترابه في اللحظات الأخيرة وصل هنا أيضا من هجن فراج من هجن العاصفة على المركز الثالث، وفي المركز الرابع نشوان سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راهب سعيد مكتوم، المركز الخامس أتانا لسعادة الشيخ فيصل بن حمد بن جاسم الثاني مع شاهين، من وصل على المركز الخامس. هنا التوقيت الزمني 7:46 جزئين من الثانية، تهانينا وناموس سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راهب سعيد مكتوم، تهانينا لحمد بن عبد الله بالطير العامري على هذا الأداء المميز، بينما المركز الثاني سجل 7:47 وفاء وتماما وكمالا هو شاهين لسمو الشيخ حمدان بن راهب بن سعيد المكتوم مع خالد بن المر بن سعيد بن حلوة الاجتبي، بينما فراج بن أتانا على المركز الثاني الثالث عفوا من هجن العاصفة بقيادة حمد بن راشد بن حمد بن غدير. 7:52 خمسا من الأجزاء من الثانية هو توقيت الزمني، تهانينا وناموس.